عجلان للسيد مبارك بن حيدان الموريتاني والناموس لجميع الفائزين في الأشواط الماضية، متمنين التوفيق أيضا لمن لم يحالفهم الحظ في الأشواط القادمة بإذن الله. أما في هذه اللحظات فالكلمة تعود في هذه اللحظات للزميل حمد بن محمد الزعبي، متمنيا له التوفيق ولكم حسن المتابعة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات، ونرحب بحضراتكم مرة أخرى، وأرحب بكل من يتابع هذه الانطلاقات وهذه المنافسات في هذا اليوم الذي خصص للحيل وكذلك لأشواطنا العامة في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية، وكذلك من هذا الميدان، ميدان الستة كيلومترات، ميدان السرعة مشاهدين الأفاضل، وميدان كذلك أيضا هذا الميدان الذي يضم هذه النخبة ويضم هذه الشعارات في هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم الجميل. نتابع إياكم مقدمة هذا الشوط الخامس الذي خصص لهذه الفئة، لفئة الحيل، وكذلك أيضا نتابع هذه المقدمة ونقرأ قراءة تفصيلية لما يحدث هنا في أرضية هذا الميدان والخمسة المراكز الأولى المتقدمة بشعارات ملاكها وبأسمائها وبأسماء ملاكها. نتابع هذه المقدمة. الشرود هي من تحمل رقم خمسة وهي صاحبة المركز الأول، راشد بن أحمد، راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري هنا مع الشرود، حمد بن حميد الوهيبي يديرها في عملية التضمير. نتابع وإياكم المركز الثاني ومن تصن الشاهينية لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، أيضا هنا متابعة هنا في هذا الميدان. أيضا ننتقل للمركز الثالث ومن تصن حشيمة محمد بن سالم بن حميدي الدرعي هو من يحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع ومن يصن شعار عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني مالك حشمة اللي شاهدناها في ليلة البارحة وكانت مثيرة للغاية. نتابع وإياكم هنا المركز الرابع. هنا مشاهدينا الكرام الخزنة مشاهدينا الكرام هي من تحتل المركز الرابع. الخزنة تعود ملكيتها لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، بينما هنا في المركز الخامس ومن تحتل المركز الخامس خيرة وفي الأمر خيرة يا عبيد يا بن محمد يا بن سالمين المنصوري، عسى الأمر خيرة وعسى الشوط خيرة لك ولكل المشاركين. أيضا يدير عملية خيرة عامر بالغفيج الوهيبي هو من يدير عملية تضمير خير اللي تحتل المركز الخامس. هكذا ندانا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، واليوم رومانسي يا جماعة، الجو رومانسي، الله الجو مميز، يا سلام، يعني اللي بيفوز في هذا اليوم يعني 10 على 10 في هذا الجو الجميل. نتابع أيها الإخوة هذه المقدمة، الشرود، شردت الشرود وتذكرني بالشرود المملوكة كذلك لسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. الله الشرود مشاهدين الكرام، هذا الشرود لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري وحمد بن حميد الوهيبي يديرها في عملية التضمير، بينما هنا في المركز الثاني ومن تصن في المركز الثاني مشاهدينا الأفاضل، لازالت الأمور هنا مع الشاهينية المملوكة لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، هو من يتحمل المسؤولية ويحمل مسؤولية كذلك جمهور ميدان الشحانية في هذا الشوط بالتحديد. نتابع وإياكم المركز الثالث ومن تصن ثالثا حشيمة محمد بن سالم الحميدي الدرعي، وهنا في المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات
إذن المركز الثالث كما ذكرنا حشيمة للسيد محمد بن سالم بالحمد الدرعي، بينما هنا في المركز الرابع يصلنا شعار عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني على ظهر خزنة، أيضا لديها مخزون ولديها أمور أخرى نتابع وإياكم. هنا أيضا خيرة تحتل المركز الخامس، خيرة هي من تحتل المركز الخامس، والخيرة في من يختارها الله سبحانه وتعالى. خيرة تعود ملكيتها العبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وعامر الوهيبي هو من يديرها في عملية التضمير. ولكن يا جماعة الشعارات وصلت، والأمور يا جماعة هنا خطيرة، ولائحة 2 كيلومتر نقترب منها رويدا، لائحة 2 كيلومتر نقترب منها ونتجاوزها في هذه اللحظات ومن هذا الموقع. ولكن الله يا الشرود والمنصوري، والأمور خطيرة يا المنصوري، اسم جديد لازم نذيعه، اسم جديد يتدخل علينا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، حاملة رقم 19. هنا الطيارة لسعيد بن حزيم العويسي، هنا يغير، ولكن هنا خيرة مشاهدينا الكرام، الخيرة مشاهدينا الكرام تغير في هذه اللحظة، تعود ملكية خيرة العبيد بن محمد بن سالمين المنصوري وعامر الوهيبي في التضمير. يا الله الله، مشاهدينا الكرام المركز الثالث اللي غيرت في هذه اللحظات الطيارة، تعود ملكيتها لسيد سعيد بن حزيم العويسي، هو من يمتلك هنا ايضا الطياره اللي تحتل المركز الثالث. 1500 متر مشاهدينا الكرام، كيلو ونصف الكيلو على النهايه، اسم جديد كذلك، نوف عيسى بن حمد او عيسى بن حمدان بن حامد البلوي، هنا مشاهدينا الكرام اراه يتسلل، وضيف ايضا عاني وقادم من المملكه العربيه السعوديه. ولكن يا جماعه الله يا خيره مشاهدينا الكرام، خيره تختار المكان المميز، خيره تختار الناموس، خيره تختار المكان الذي يطمح له الجميع. خيره يا جماعه، خيره هي من تقود المسار، خيره تعود ملكيتها العبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، عامر بالغفيج الوهيبي هو من يدير عملية تضميرها. ولكن هنا البلوي مشاهدين الكرام أراه يتسلل، عيسى بن حمدان بن حامد البلوي مع نوف مشاهدين الأفاضل، والكيلو الأخير، الكيلو الأخير، خيرة مشاهدين الكرام، خيرة والخيرة، الخيرة في الناموس والخيرة في الانتصار. خيرة مشاهدين الأفاضل تقود هذا المسار وتحمل شعار مالكها عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. الله الله يا الوهيبي، الله يا من يدير عملية تضميرها، وجود كذلك أيضا قادمة لا محالة خليفة بن ضبيب الشامسي أراه يتسلل إلى ثاني المراكز. أما المركز الثالث مشاهدين الكرام هنا مع البلوي هنا مشاهدين الكرام، عيسى بن حمدان بن حامد البلوي مع نوف. الله يا خيرة، خلوني مع خيرة مشاهدينا الكرام، خيرة أيها الإخوة، خيرة هي من تحمل هذا الشعار، وهي من تحمل رقم واحد في هذا الكادر الأول. الله ال 400 متر الأخيرة، وبدون أي تعليمات مشاهدينا الكرام، عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، خيرة يا الوهيبي، الله 10 على 10 يا الوهيبي، الله خيرة واللحظات الأخيرة، خيرة واللحظات الأخيرة، الله الوصول، القدوم، الشاهينية، خيرة الشاهينية، خيرة الشاهينية، الله 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 الشاهينية، خيرة الشاهينية، الله الله مشاهدينا الكرام، وين الناموس مع خيرة؟ تهانينا لمالك خيرة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري المركز الثاني، وصلت فيه الشاهينية لراشد بن سعيد بالغافرية، أتتنا في اللحظات الأخيرة المركز الثالث، زعفرانة لجابر بن علي بن سالم العمري. أما المركز الخامس وصلت في حشيمة للسيد محمد بن سالم بالحمدي الدرعي. هكذا كان ندانا مشاهدين الكرام للخمسة المراكز الأولى وخيرة. أما المركز الخامس يبدو لي أنها وجود لخليفة بن ضبيب الشامسي. مشاهدينا الكرام أيها الإخوة، مشاهدينا الكرام نعود وإياكم إلى خيرة، ومن اختارت هذا المكان المميز الذي يطمح له الجميع. 9 دقائق 28 ثانية، 53 جزء من الثانية، التهنئة نوصلها لمالك خير عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، كما نزف أيضا لعامر بالغفيف
الوهيبي على هذا الفوز. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فوصلت في المركز الثاني الشاهينية، قاطعت المسافة في زمن مقداره 9 دقائق 28 ثانية، 65 جزء من الثانية الثانية لراشد بن سعيد بالغافرية على هذا الفوز. أما المركز الثالث فوصلت في المركز الثالث مشاهدينا الكرام زعفرانة، قاطعت المسافة في زمن مقداره 9 دقائق 29 ثانية، 76 جزء من الثانية الثانية، مرة أخرى نزفها لراشد بن سعيد بالغافرية على هذا الفوز. في هذه اللحظات يستمر معكم الزميل سعد بن متلع العتيبي.